السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله أصدقاء وصديقات قناة تنظيم وطبخ وتدبير تفرحهم البنين. مرحبا بكم في حلقة جديدة من الحلقات اللي كنعدلكم في قناتي قناة تفرحهم البنين. اليوم بغيت نشترك معكم ديكور جديد عدلته في المراح، مراح ديال الدار. كيف شفتوا هذه الريدجوسي الدار تحت، وهذا المراح هذا كان عندي قديما في واحد الفوتاي وقلعته، مدالي عاد لي سنوات قلعته وبقى المراح بحال هكا. وعقب تفكرت علاش ما نعدل فيه افكار ونعدل فيه فتيات. كنتمنى الفراش ديال هاد المراح هذا ينال اعجابكم، اعطوني فيه ارائكم بكل صراحه. المراح هو هذا عندي فيه تقريبا 6 على 3 بلا البلاصه اللي فيها الباب، يعني 5 على 3 في العرض. وكنت محتاجه ملي لواحد البلاكار ديال النعال اللي صراحه حل لي مشكل كبير ديال النعال. كنت كنديرهم اللف طاجيرات في الطواليت تحت الدرج عزكم الله. ونخليكم مع الفراش ونشوف ارائكم ونشوف ان شاء الله، ننتظر انتقاداتكم وارائكم واستفساراتكم حول المسائل كامل اللي عدلت في هذا المرحله. خليكم مع الفراش اولا. هذا الفراش هو هذا، هذا الفراش عدلته، الفكره كنت شفتها في اليوتيوب او عفوا شفتها في جوجل في الانترنت، وعجبتني الفكره، عجبوني الالوان، وصيفطت للسيد اللي كان نخيط عنده في الدار البيضاء اللي اصبح واحد من العائله، وفصلت عنده هذا ب 6000 درهم باش فصلته، وجبته ب 300 درهم، جاني 300 درهم يطلع لي كام ب 6000 و 300 درهم. مازلت نعطيكم، نخلي لكم في صندوق الوصف رابط هذا الرابط ديال الرقم ديالو. اما هذا البلاكار هذا صراحه كنت كنعدلو في قليميم عند اثاث قليميم في الفيسبوك، راهو معروف واحد الشخص اللي رائع وخدمته زينه. عقبت جبرت نفس الخدمه ونفس لاكاليتي عند السيد اخر في الامل هون في العيون، ما غنتكرفص في الترونسبور ديالو، ما غنتكرفص والو، واعتذرت للسي دريس صاحب اثاث قليميم وتقبل الاعتذار، وعدلته عند هذا السيد هذا اللي قالوا نجاره المقاومه كاين في شارع الامل. غنخلي لكم ارقامهم كاملين سواء اللي في قليميم سواء اللي في العيون، باش هكذا الناس اللي في قليميم تتواصل مع نجار قليميم اللي صراحه فنان، راني قد اشتركتهم معاكم. ونجاره المقاومه هما اللي عندها حتى هي ما تقول، ما شاء الله الله يحفظهم، شباب خدام كيجري حلال، الله يعاونهم ويسهل عليهم وطول اعمارهم. هذا البلاكار هذا عدلته بشروطي، عدلته بمسائل راكم اللي تسمعوا كل شيء في الفيديو في بعض المقطع الجاي ان شاء الله الرحمن الرحيم. عدلت هذا الدجاج هذا على حساب باش حتى الشمع ما يخسر لي العود، ما يخسر لي حتى شي حاجه، وعدلت فيه مجرين هو راكم اللي تشوفوا التفاصيل. البلاكار اللي عدلت معاكم هو هذا كي شفتوه، كنتمنى يعجبكم. هذه اللي كتوشير كنت شريت معاكم واحد نزلت في فرنسا، هذه شريتها من اكسيون. شوف البلاكار هو هذا، كنتمنى ينال اعجابكم صراحه، نفعني قباله. كل طاجيره عدلت فيها نعال خاصين بمولاهم، وعدلت من فوق هاد المجرين هادو، نعدل فيهم شموع ولا نعدل فيهم مسائل اللي هي بسيطه من كثر صراحة نفعني. وعدلت تحت، عدلت وسهل تفتحيه وهذا، وعدلت تحت درت معاه نوع عدل لي روايض، راكم شايفينهم شفتوهم، عدلت روايض باش تو هكا بغيت نسياق ولا نقي ولا عندي تنظيف عميق ننظفو. وجاني بحال هاك هو هاد الفوتاي هذا. كنتمنى هاد الديكور اللي عدلت الجديد في المراح عندي في الدار ينال اعجابكم وذوقي يعود زين. بالنسبه لهذا الفوتاي هذا كيف قلت لكم، على انني راني نخلي لكم الرابط ديال السيد اللي عدلته عنده، انا شفته في الانترنت صراحه وعجبني الديكور ديالو وطلبت منه يعدلوا لي، مشيت له الصور وعدلوا لي بالطريقه والميزور اللي كنت باغيه. ما تخصني هون مازال واحد الطويبله وواحد الفراشه بشويه عليا شويه شويه. ايوا هذه هي الحلقه ديالنا ديال اليوم، كنتمنى هاد الديكوراسيون اللي عدلت جديده تنال اعجابكم وتفيدوني بارائكم وتفيدوني شنو بت عندكم هذا الشيء وكانوا زين ولا ماهو زين. بالنسبه لهذه اللي كتشوفوا لهيه
هذيك معطر ملي هكذا كنعود عالمه بحد عنه جاي ولا شي، حاطه هذاك البريز كيف شفتو عزاكم الله حتى التواليت حطيتو هكا، نتاع المعلم بحد جايني ولا شي كنطلصو باش كيطلص واحد الريحه زينه في الدار، ومره مره هكا كنطلصو كاع بلا ما يعود جايني حد، كنطلصو على حساب الريحه باش يتغير لي الجو ديال الريحه ديال الدار الى غير ذلك. واني بكم الى حلقه قادمه ان شاء الله.